من المعلمين السوريين في تركيا بقرار إنهاء عقود عملهم من قبل وزارة التربية التركية ومنظمة اليونيسف خلال الساعات القليلة الماضية. الأنباء الأولية أهم تتحدث عن 13,000 معلم شملتهم إجراءات الفصل حتى الآن، إجراءات وصفها المدرسون المتضررون بالتعسفية وغير المبررة، حيث أن النسبة الأكبر منهم يعمل بعقود تطوعية مع منظمة اليونيسف بأجور متدنية وأيضا بلا ضمانات لحقوقهم كما يقولون. نتابع التقرير التالي. ما في حدا شايفه. الأسوأ حصل بالفعل بعد أكثر من عام عاش فيه المعلمون السوريون في تركيا على أعصابهم. اليونيسف تحسم الجدل وتقرر إنهاء عقود معلمين سوريين. تشير الأرقام الأولية إلى أن عدد المدرسين الذين شملهم قرار الفصل بلغ نحو 13,000 مدرس متوزعين في 26 ولاية تركية، حيث ذكرت وسائل إعلامية أن إبلاغ المعلمين بالخبر غير المرحب به كان عبر رسائل نصية وصلت إلى هواتفهم المحمولة، وفئة أخرى بلغت بطريقة شفهية من قبل إدارة المدارس العاملين بها دون تسلم القرار رسمياً. لماذا؟ هو السؤال الأبرز في هذه القضية. وزارة التربية التركية نقلاً عن ناشطين ألقت باللائمة على اليونيسف وعدم قدرتها على تغطية رواتب المتعاقدين معها بصفة تطوعية لا تضمن لأصحابها أي حقوق وفقاً لشهادات المعلمين أنفسهم، حيث كانت المنظمة قد أعلنت عن نيتها بداية العام تقليص عدد من المدرسين المتطوعين بناء على معايير متعلقة بمستوى الشهادة التعليمية واللغة التركية. مصير مجهول يتربص بالسوريين العاملين في القطاع التعليمي وسط اعتراضات ومطالبات بالتراجع عما قضي بحقهم. مشهد يقول لمرات كثيرة هو حال السوريين في تركيا، لا أمان لظروفهم وما يحدث بمدرسيهم ليس استثناء. ينضم إلينا وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا من غازي عنتاب، وأيضا الأستاذ حسن طيفور مدير مكتب التربية والتعليم في التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة من غازي عنتاب. أهلا بكما. بداية معك وائل، يعني ضعنا في صورة ما يحدث وكم عدد المعلمين المتضررين فعلا نتيجة هذا القرار وفي أي ولايات يتركزون؟ نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. يعني هناك كان قرار سابق أو شبه قرار لم ينفذ في شهر شباط الماضي على أن يعني على أن يقال عدد من المدرسين، ولكن البارحة وأول البارحة أبلغ المدرسين بشكل شفهي أو عبر الرسائل بأنهم قد انتهت عقودهم. معظم هؤلاء المدرسين منذ قليل كان هناك بيان أو معروض للمدرسين ذكر فيه رقم 11,911 مدرس، يعني قرابة 12,000 مدرس كلهم سوف انتهت عقودهم. يعني هناك أقسام قليلة في إسطنبول وفي ولايات أخرى لم يبلغوا بعد، سوف يبلغون ربما خلال أيام قليلة، ولكن بحسب المعلمين الذين تواصلنا معهم يعني بلغ الجميع بهذا القرار بشكل شفهي. هؤلاء المعلمين لا يوجد لديهم عقود رسمية مع المدارس التي يعملون معها، هناك عقد التزام أخلاقي فقط، لا يوجد شيء قانوني. يعني حاولوا التواصل مع محامين أتراك، لا يوجد شيء قانوني يحمي يمكن أن يحصل عن طريقه إلى على تعويض مثلا أو ما شابه. وأيضا هناك معلمين يعني حاولوا كتابة معروض عريضة لتصل إلى الأمم المتحدة، هذا المعروض عبر آفاز وصل إلى 3,500 توقيع حتى الآن ليصل صوتهم إلى إلى الاتحاد الأوروبي. هذه أبرز النقاط التي على أمل الرد طبعا وائل. طب سيد حسن، يعني ما الأسباب التي تؤدي اليوم إلى اتخاذ مثل تلك قرارات مع مدرسين كان لهم باع طويل في التدريس في تركيا وكان لهم أيضا الأفضلية بالاتفاق مع الحكومة التركية من موضوع التجنيس والتوظيف وأيضا أخذ حقوقهم يعني عن باقي القطاعات؟ مساء الخير أنسة روان لك وللأستاذ أيهم وللمشاهدين جميعا، الله يبارك فيكم. فعلا يعني أعظم قرار مؤسف ومجحف بحق المعلمين السوريين.
طبعا القرار ليس كان مفاجئ بالنسبة لنا يعني بالمية مية، لأني كان هناك تسريبات من نهاية العام الماضي تقريبا من الشهر 11 أنه صرحت اليونيسيف بتخفيض العدد إلى النصف، وكان هناك بين شد وجدل، ورفعنا عدة شكاوي حتى وصلت إلى الرئاسة، وكان في عزف عن الموضوع. يعني نحن نتفاجأ يعني آخر شيء يعني بهالشهر هذا 21 بالشهر كان في هناك دورات للمعلمين من يعمل في مركز الرام التعليم الخاص للمعاقين في أنطاكيا، يعني كان هناك ممثل على اليونيسيف تركي مندوب لليونيسيف، تصريحه كان أنه لن يفصل أي معلم وسوف يتم قسم من المعلمين إلى يبقى في اليونيسيف وقسم في الهلال الأحمر، لكن حقيقة مثل ما تفضل تقريركم يعني نحن تفاجأنا، وحتى أنا من الناس اللي يبلغنا عن طريق أنه إيميل وصل من التربية تبليغ، لن نشاهد القرار ولا أحد شاف القرار، تبليغ شفهي أنه خلاص شفهي نعم أنه العقود السوريين انتهت، بلغوا المعلمين السوريين بأنه ينصرفوا من المدارس، انتهى عقدهم مع اليونيسيف. يعني حقيقة هالأمر هذا هو مجحف جدا، يعني نحن أكيد. طيب شو الحلول أمامهم أستاذ حسن؟ يعني شو الحلول أمام المدرسين؟ هل يمكن مثلا ضمهم لنصاب وزارة التربية والتعليم التركية مثلا؟ في هيك خيار مطروح؟ هذا اللي نحن يعني نطلبه نحن عبر منبركم هذا، يعني نحن نتمنى أنه تستضيفوا شخصية مسؤولة من وزارة التربية التركية، يعني حقيقة نحن حتى الآن نتلقى تعليمات ونتلقى الأخبار من وسائل التواصل، وهذه هي الطامة الكبرى، يعني لا يوجد مسؤول. 12 ألف معلم مثل ما تفضل التقرير، نحن حقيقة نعم 12 ألف معلم نتقاضى رواتب من اليونيسيف، ولا يوجد ممثل أو يحكي باسم هؤلاء سواء من الجانب السوري، يعني من حتى من الائتلاف ما هو دريان فينا كلياتنا، أو سواء من وزارة التربية التركية، يعني نحن نتمنى أو من اليونيسيف يطلع شخص يوضح مثلا هالامور هي وشو مستقبله موجود لحتى ما يصير هالضجه هي، يعني ممكن يعني ما في اي معلومات ابدا عن انه يكون في تجديد لتلك العقود من قبل اليونيسف او حتى ضمانات من قبل الجانب التركي. حتى الان البلاغ فقط انهاء عمل التعاقد مع اليونيسف فقط، لا يوجد شيء في المستقبل نهائيا ولا وضحوا. طيب اي سيد حسن نعم، ذكر مراسلنا بأن عدد كبير من المدرسين وقعوا على عريضة، برأيك هل سيكون لها صدى إن كان نعم من الجانبين؟ نعم نحن لن نسكت، يعني إذا طرق الثانية نحن راح نوقع على عرائض ونوصل صوتنا سواء للأمم المتحدة سواء لمجلس الوزارة الرئاسة، فنحن حتى نحن عن طريق التجمع الوطني الحر نحن جهزنا يعني معروض ومقترحات للحلول، نحن ان شاء الله نحن تابعنا يعني امور يعني المقترحات تابعنا المقترحات عم نسمع تفضل تمام تابعنا المقترحات ونحن وصلناها لاعلى جهه نحن عندنا بالحكومه السوريه يعني وعم نتابع الامور، بس لكن يعني للاسف نحن من طرف الحكومه التركيه يعني قرارات يعني فجائية وغير مدروسة، يعني ما بتشعر بعشية وضحاها، يعني القرار كان أنه يعطونا 2000 ليرة في نهاية الشهر السابع يعني 1/8. نعم ابقى يعني معنا أستاذ حسن وائل، هل هناك أي رد من قبل وزارة التعليم التركية؟ هل استجابت مع المعلمين أم لا يوجد هناك أي رد حتى الآن؟ أيام حتى الآن لا يوجد أي رد رسمي حتى ردود من المدراء، مدراء المدارس أنفسهم عندما تواصل معهم المعلمين قالوا لهم لا نعلم هكذا جاء القرار، أي أنهم لسنا مسؤولين عن هذا الموضوع، لا يوجد رد رسمي، لا يوجد قرار رسمي، وهناك تكهنات يعني إيجابية ربما بأن هذا القرار ربما يكون مؤقت وسوف يلغى أو ربما تجدد العقود أو ربما وربما، ولكن ما يحصل يعني كما أخبرنا المعلمون هو كارثة على 12 ألف معلم يعتمدون طبعا على راتب 2000 ليرة تركية شهريا، هناك مدرس ومدرسة في نفس البيت إذا وقف الراتب الآن يعني لا يعرفون ماذا يفعلون، هناك أحد المعلمات التي تواصلت معها قالت بأنها منذ 3 أشهر تبحث عن عمل، لم تجد عمل لا في منظمة ولا في أي مكان آخر، ربما قالت بأن المعلمات سوف يتجهن إلى الورشات والمعامل، وأيضا المعلمين
ولكن المعلمين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما كيف سيتعلمون؟ صحيح، ماذا يعني مؤسف أنه أستاذ يتوجه لورشة أو لمعمل بعد ما عنده هاي الخبرة وأكيد طرق التدريس. أستاذ حسن، شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني كما هو معروف أنه دائما وزارة التعليم التركية تقوم باستجلاب الأساتذة، تجنيسهم، تسهيل أمورهم، لأنه في نقص بالكوادر التعليمية خاصة ممن يتكلمون اللغة العربية وبعد انضمام السوريين إلى المدارس التركية. تعليقك على هذا الموضوع؟ أيام أنا مشان ما شخص الموضوع، يعني هلا أنا مجنس، أنا مجنس وكنت نقيب معلمين للمعلمين للسوريين، ووضعي مثل وضع زملائي تماما، تم إبلاغي انتهاء عملك وخلص، انت روح على البيت، ما ظل لكم شغل نهائيا. للأسف ردات الفعل العكسية اللي عم تطلبها مني، مثلا نحن أصلا كمجنس يعني هو بالأصل محروم من المساعدات العائلية مثل كارت الهلال، يعني هو راتبه عم يعيش على هالألفين ليرة، طبعا ما بتكفي هي، بس لكن عم بتسد الرمق، يعني سندة للعائلة عم بتصير. لكن ردات الفعل العكسية حقيقة رح نشوفها سلبية جدا، من تسرب حتى الطلاب، يعني الأهالي رح تضطر تسحب أولادها من المدارس وتبعتهم على الشغل حتى يقدموا لهم. يعني اليوم 12,000 عائلة انت بزتها بالشارع، ما ظل إلا معين نهائيا. أكيد فهي 12,000 معناتها كقرارك أنت اللي عم تاخده، وبشكل نحن مؤسسة يونيسيف منظمة دولية، يعني نحن. طب برأيك إذا كان سيكون هناك تعاون من قبل الجانب التركي، هل سيكون هناك شروط مجحفة بحق المعلمين كتعديل ربما شهادات أو إتقان اللغة التركية؟ نحن نعلم أنه أغلب المعلمين يعني لغتهم التركية غير صحيحة أو 100%. نعم صحيح كلامك، يعني أنسى روان، اليوم أنا اليوم عمري شيء 53 سنة، يعني أنا من الصعوبة أتعلم أو أتقن اللغة التركية، يعني إذا بيطلبوا علينا مستويات عليا وشروط قاسية أكيد. يعني هلأ أنا اليوم مثلا مقدم أنا تعديل شهادة، لكن بهالعمر هذا أنا متخرج من 40 سنة، ما بستطيع أجيب كشف علامات، يطلبوا مني هلأ فحص بالمادة وهي إذا تم الفحص، يعني فعملية حتى التعديل الدنكلي صعوبة جدا علينا في هالموضوع هذا. مثل يعني باقي الشهادة يعني صح. أنا اليوم في عندي إثباتات إنه أنا معلم بسوريا، سواء من التأمين الصحي، سواء من بطاقة النقابة، سواء من قرار التعيين، في عدة أماكن تثبت إنه أنا معلم. أنا اليوم مشتغل مثلاً 8 سنين هون معلم و30 سنة بسوريا، طيب هلا أنا إيش بدي أشتغل؟ يعني أنا كيف بدي أعيش عائلتي؟ أكيد يعني نتمنى أن يكون الواقع للقادم أو المستقبل القريب أفضل، يعني بحق يعني جميع المعلمين. أكيد سيد حسن، شكرا جزيلا. أنا أروح أصلح النظام، يعني وهذا بعيد عن نظر الكل، يعني مستحيل نحن نرجع للنظام. نتمنى فعلا أنه تنحل هذه المشكلة ويكون هناك حل سريع لهؤلاء المعلمين جميعا. بدنا نشكرك حسن طيفور، مدير مكتب التربية والتعليم في التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة، كنت معنا من غازي عنتاب. آسف تسمح لي بكلمة، أنه أنا أطلب عبر 20 ثانية لو سمحت، عبر منبركم أطلب مثلا نحن المسؤول عننا تعليم مدى الحياة، حياة بيوب أستاذ يوسف، نطلب أنه تدعوا أنتم ممثل من وزارة التربية التركية ولو للقاء بسيط يشرح لنا وضع المعلم. طبعاً أكيد وشكراً. برنامجنا والتلفزيون أكيد رح يكون متابع لهذا الملف، يعني عدد كبير من المدرسين يعني ونحن معنيين بهذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وشكر أيضاً لمراسلنا من غازي عنتاب وائل عادل، شكراً لكما. شكراً لكما.